المشكلة اليوم اللي تعانون منها أنتم كطلبة أوائل؟ ست، احنا طلبة أوائل، اكو طلبة أوائل على الأقسام، اكو طلبة أوائل على الكليات. نعم. احنا بالنسبة لناشدنا كطلبة أوائل على الكليات وليس على الأقسام. احنا مثل ما معروف هو القانون الدولي ينص انه الأول على الكلية يتعين بالسنة الثانية مباشرة المعيد بالكلية. احنا دفعة 2020 ودفعة 2021 ضمنونا ضمن قانون 67 اللي هو ما انصف الأول على الكلية، دخلونا ضمن مفاضلة. احنا تعيين مباشر وتعيين مركزي حالنا حال بقيه الدول. نعم. احنا ضمنونا على قانون 67، قالوا بعد ما اكو شيء اسمه اول على الكليه. صرتوا حالكم حال الاول على القسم اللي هو ضمن قانون 67. قانون 67 يعني راح يعين على اساس انه بالاوائل من 2003 الى 2021. يعني انا درجه مالتي كل سنه يستحدثون درجة بالكلية خاصة بالأول على الكلية، يتعين بالسنة الثانية مباشرة بدون موازنة وبدون أي شيء، يبقى بس الراتب على الموازنة. دخلوني ضمن تنافس مفاضلة اللي هي زوجية وأطفال وعدد سنين التخرج وقدم. يعني أنا المفروض أتعين مباشر، خلوني أدخل ضمن مفاضلة اللي هي مع الخريج من 2003 وعدد نقاط أيضا على السنين. أنا بهيجي حالا ما راح أحصل تعيين، أنا تعبت وسهرت حتى أحصل تعيين، حتى أحصل تعيين مركزي وتعيين مباشر بجامعتي. أنا أرجع أدخل مفاضلة مع أوائل الأقسام، مع كل الاحترام لأوائل الأقسام، بس هم قانونهم واحد وإحنا قرارنا واحد، إحنا قرارنا قرار 226 لسنة 2018 اللي ينص على تعيين الأول على الكلية ضمن كليته، يتعين معيد بالسنة الثانية. احنا نطالب من رئيس الوزراء انه يرجع يفعل قرارنا. ليش جماعه الطبيه الاوائل مال الطبيه فعل قرار 184 بدون موازنه وبدون تضمين ضمن قانون الامن الغذائي؟ نعم. عينهم تعيين مباشر. يعني هل يا ترى انه الدوله ما تنبني بس على الجانب الطبي او على وزاره الصحه؟ يعني احنا تعبنا سنين وسهرنا وضيعنا من عمرنا سنين حلوه في سبيل نحصل نطلع الاول على الكليه ونتميز عن باقي طلبة. نعم. فارس انت شنو اختصاصك؟ وبالتالي انا اختصاصي رياضيات. نعم. جامعة الموصل كلية التربية الأساسية قسم الرياضيات. نعم. زين. يعني قرار 226 المفروض اليوم ينصفكم الطلبة الأوائل على الجامعة، المفروض انه بعد ما يعني يحصلون درجة الأوائل أنه المفروض يعني يتم تعيينكم، مو شرط أنه ضمن الموازنة. لا لا، هي كان كل سنة يتعين، يعني حد 2019 تعينوا بدون موازنة، يبقى بس الراتب على الموازنة. نعم. هي تستحدث أيضا من يعني هي يعني يشتغل مجاني أول بداية بعدين يستلم راتب يتقاضى راتب؟ يتقاضى راتب متراكم، يعني يتعين مباشرة بعد ما يتخرج. نعم. شهر السادس احنا نتخرج، يعني اول سنوات ماكو راتب بعدها يلا. يبقى بس الراتب على الموازنة، بس هي اوتوماتيكيا تستحدث درجة وظيفية للأول على الكلية، هذا قانون الدولي. أما بالعراق يعني احنا احترينا مع هالقوانين هاي، يعني حولونا على قانون 67 اللي هو اصلا ما له علاقه بالاول على الكليه، هم يريد يعينون الثلاث الاوائل على الاقسام، خلي يعينونهم، احنا ما ضد تعيينهم، بالعكس احنا نفرح لهم، هم هم زملائنا وتعبوا، بس احنا اوائل على الكليات ليس نعم. اوائل على الاقسام. نروح على مجلس الخدمه الاتحادي محمود التميمي يقول ما بقى شيء اسمه اول على الكليه، بعد اني تعبت وسهرت وانحرمت من الطلعه ومن الروحه والجيه والونسه، تعب سنين في سبيل اطلع على الاول على الكليه، وبالتالي الحكومه جاهزيني انه اروح اشتغل عماله، مع احترامي للعماله اللي هي شرف المهنه، بس انا تعبت غير الحكومه جاهزيني حتى اكمل مسيرتي الدراسيه. اما الحكومه حولتنا على قانون 67 تريد تعين اوائل على الاقسام، خلي تعين، بس انا تعييني مباشر، ليش تخليني اتنافس على التعيين اللي هو من حقي اصلا مباشر اتنافس على التعيين مع خريج من 2003 و4 و5 اللي هو عنده زوجية وأطفال وقدم، هاي كلها النقاط بحيث أنا ما راح أحصل تعيين.